ولا عارفين آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. قرشين وسطر وأيام تفوت ومحدش فيها فايق، واخدنا في قطر الموت وبينا هو اللي سايق، واقفين عليه بالصفوف والكل قال مستني دور، والراكب فيه يشوف قدامه عمره بيطفي نوره، تايهين ولا آخر طريقنا لفين، تايهين ولا عارفين آخر طريقنا لفين، ضايعين وقال فاكرين إن إحنا كده عايشين. شايف انه اكبر صح، وجود الواد ده في المغلق دلوقتي مش في صالحنا. ايوه انا متاكد، عشان كده كان المفروض انا اللي اقول له الكلام ده، انما هو يقولوا لي مش مريحنا خالص. انت مكبر الموضوع كده ليه يا حاج؟ تلاقي الواد ده كسب له قرشين قبل ما يدخل السجن مع شغله مع البت ورده. باين كده، عشان كده خارج من السجن متفرع عنه محدش همه. وانت بتفكر في ايه بالظبط يا حاج؟ الواد ده اصله يعرف عننا حاجات كتير قوي، يعني لو فكر في الشر هيتعبنا قوي. لا ما افتكرش، الواد ده اخره يرجع يشتغل لوحده وما يقدرش يهوب لزبايننا، بس اللي انا خايف منه انه يرجع تاني للبيت ورده ويتفقوا علينا. ورده ده ايه؟ ورده من ساعه ما طلقته ما عادش يهمها، وبعدين دي كسبت كتير قوي من ورا بيومي، واللي عرفته كمان انها دلوقتي شغاله في البودره. انت بتجيب الاخبار دي منين؟ جريال انت بتستهون بابوك ولا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا جاي من اللومان. ما قلتليش بقى انت زعلان مني ليه؟ ايه ده ورده؟ ولا هشرب لوحدي ولا ايه؟ ما انت عارف انا بعزم بس ما بشربش. على راي المثل طباخ السمن بيدوقه. ما انا مش عايزه ادوقه، احسن بعدين اشبط في حاجه من المنيلين دول. ما كفايه هريدي واللي حصل له، وانا عمري هنسى. المهم انا زعلان منك قوي يا ورده.
كده تطلقيني كده تخليني اطحوقه في السجن. مساجين كل شويه يقولوا لي تعالى يا متطلق، روحي يا متطلق، وتخلي مراتي تشمت فيا كمان. ما كنت عايز ايه؟ اقعد 10 سنين مخلله من غير راجل يصرف عليا؟ تصدق بيوم الله يرحمه جالي نجده من السما وقف جنبنا واخواتي. طب انا جيت لك نجده من اللومان، ما تيجي نوصل لتقطع ونرجع المال مجاريها واتجوزك يا ورده. ما كانش يتعز يا برعي، خلاص الحال دلوقتي بقى غير الحال. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بقيت سيدة اعمال كبيرة قوي، وانت لا مؤاخذة يعني خريج لومان. سيدة اعمال؟ هما ايه، صرحوا بتجارة الصنفري من دول ولا ايه؟ انت مش شفت بعينيك البوتيك بتاعي؟ شفته، وقعدت هناك ساعة ونص هنشف دبان، مفيش زبونة توحد الله دخلت استفتحيتك بمليم. بص يا وردة، انت عاملة البوتيك ده برفان علشان تجارة الصنف وعشان بتوع المكتب ما يجوش جنبك. لا انا خلاص الحمد لله طبت عن تجارة المخدرات، مش معنى انت هتتاجر في العربيات. بس انا بقى عندي نصيحة ليك، لازم تغير اسمك بقى. معقولة برضه يبقى في رجل اعمال كبير اسمه برعي سبع الليل؟ صح يا وردة عندك حق، انا هغيره على فكرة، هخليه برعي سبع بعد الظهر. حلوة. وبعدين يا وردة انت غريبة عني ولا ايه؟ ما انت عارفة اسمي كويس، انا اسمي برعي سيد عفيفي. المهم انا مسافر كمان يومين بلاد برة، مش محتاجة حاجة يا وردة الحب الصافي، اجيبها لك وانا جاي. لا انا خلاص طبت عن المخدرات. ومين قالك اللي انا رايح اتفق على مخدرات؟ انا رايح اتفق على صفقة عربيات كبيرة، تحب اجيب لك عربية معايا تليق بمقامك، عربية مليون سي سي، هشد فرامل اليد ومش هسافر. مالت لي وين كنت يا اخ برعي؟ ما كنتش على حاجه وصوفه، شات مشاغل كده، وبعدين انا كنت بخلافات مع الحاج العقاد. كيف اللي بعرفه العقاد عم يحبك كتير، الاثنين اللي ارسلتهم لي هم اللي كانوا ما بيحبوه. عبده سمير ربنا يرحمه، موتهم ده بقى هو اللي خلاني اكش واخاف، وخصوصا ان حبتي ده واخد اخت مراتي. حبيب قلبي الحي بيكمل شغل الميت. انا مؤاخذه وصوفه، كان فيه بس حساب قديم عندي. مصاري اللي بدك اياه جاهزه يوم ما بتحب تسافر. لا انا مش عاوز مصاري، انا عاوز ارجع اشتغل على تقيله وصوف. شو بدك خي برعي؟ عاوز بضاعه ومن اعلى صنف. البضاعه حاضره كيف ما بتحب. يبقى اتفقنا وصوف، بتوصلك مصر في المكان اللي بدك اياه، امان في امان. ونعمل شغل يا اخ وصوف، انا عايز بضاعه عاليه قوي، اعلى بضاعه في السوق، بس عايزين نشتغل في الامان في السبسايد يعني، عشان عيون بتوع المراقبه مفتوحه عليا قد كده، يعني لازم نكون في السليم وفي الامان في نفس الوقت. بامرك يا برعي. المهم عجبك الاوتيل؟ اوتيل يا سلام على الاوتيل، بس قول لي بقى وصوف فين سهراتك؟ وحشتنا سهراتك الحلوه. ولو بتأمر امري، اليوم اخليهم يدبروا لك احلى سهره على ذوقك. حلوه قوي، يبقى الليلاتي مرمطه. طب ما انا عارف، عارف انك بتحبني وبتموت فيا كمان. طب وبعدين يا ورده الحكايه كده طالت؟ كله بوقته بقى. طب نتجوز. امال احنا كنا بنتكلم في ايه؟ طبعا بنتكلم في الجواز. انا ست يا اخويا ما اعرفش غير طريق الحلال. طب امتى؟ يعني اهدى شويه كده ورستق شغلي. طب ايه رايك؟ ليكي عندي خبطه بعدها هتقولي لي فين المخزون. خبطه ايه؟ نوع جديد من البودره. وبعدين؟ ثمنه ارخص وبيتباع بنفس ثمن البودره الموجود. اشمعنى؟ ده اختراع واحد خواجه عايش هنا. كيس البودره البيور بيعمل 3 اكياس، يعني اضرب المكسب في 3.
طب ما تلهمني عليه ده يا مجدي. ده عاوز 40,000 دولار ويقول لك سر الطبخه وبعدها مش هيشتغل لحد غيرك. لا يا حبيبي، انا اشوف الصنعه الاول ولو الطبخه عجبتني اديله اللي هو عايزه. تحب تروحي امتى؟ انت عارفني في الشغل احب اروح اول امبارح. ولو تمت الخبطه دي اقول لنفسي مبروك. على ايه؟ على الجواز. انت مالك مصربع قوي على الجواز كده ليه يا شيري؟ ده حتى بيقولوا الصبر مفتاح الفرج. في صحتي. اسمها مدام ليلي؟ انا بتهيألي سمعت الاسم ده قبل كده. ايوه افتكرت، دي طنط لوسي صاحبه مامي، معجبه جدا بحاجتها. اسعارها غاليه؟ مش مهم، المهم يكون عندها حاجات كويسه. بونسيرا خواجة ماريو. بونسيرا سينيور ماجدي. فضلوا فضلوا فضلوا. مساء الخير يا خواجة. اهلا اهلا اهلا. هو يكون حد سافكم كده ولا كده؟ جرى يا خواجة، انت مش عارف انا ابن مين ولا ايه؟ انا مش خايف عليك انت سينيور ماجدي، انا خايف على نفسي انا. فضلوا فضلوا فضلوا. انت واقف ليه؟ ما في كرسي كتير هنا. ما تشغلش بالك بيا انت يا خواجه، انا شغلتي واقف. اصل ده درغام البوجي جارد بتاعي ماشي ورايا على طول بيحرسني. ايوه بس انا مش خطر عليك يا سينوريتا. بقولك يا اخويا، احنا هنقضي الوقت كله في الكلام؟ انا يا ست عندي اعمال، وقتي بفلوس. خلصنا بقى، ورينا اللي عندك ايه. خلاص خلاص، انتوا تشوفوا البضاعه الاول وبعدين تدفعوا فلوس وبعدين اوريكم بتتعمل ازاي. مظبوط سينيور مجدي؟ مظبوط يا خواجه. يعني تشربوا ايه؟ عندي تي، عندي كافيه، عندي ويسكي. كتر خيرك يا اخويا، اصل احنا ما عندناش وقت، ممكن بقى تخلصنا. صعب قوي صعب قوي. مومنتو سينوريتا، مومنتو مومنتو سينيور مجدي. الراجل اللي انت جايب من عنده ده يا مجدي بقى الراجل قزع ده هيطلع منه حاجه كويسه؟ اصبري بس انت شويه وهتشوفي. انت مطمن للخواجه ده يا استاذ مجدي؟ من انهي ناحيه يا درغام؟ من ناحيه يعني انه يكون مرشد مع البوليس ولا حاجه. درغام درغام لو سمحت اقف زي ما انت كده ساكت وما تتكلمش. خلاص فضلوا 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 فضلوا. مين هيجرب وهشام الاول؟ انا اللي هجرب يا خواجه. هتجيب لك شاليمو؟ ايه شاتيمو دي يا ست الكل؟ دي الشفاطه اللي بنشرب بيها العصير. يلا جرب. باغي يعني؟ تمام يا ولا؟ تمام يا ست الكل. ادي الخواجه بقى فلوس. واحنا هنعرف سر التركيبه امتى يا خواجه؟ ومحدش يعرفها غيرنا. انا ما حدش يعرف سر التركيبه دي غير واحد بس. مين بقى هو يا اخوي؟ بقول لك ايه يا حبيبي، احنا ما اتفقناش على كده. الواحد ده سينيوريتا هو انا. لو عليك انت طبعا ما فيش اي مشاكل. معلش لا مؤاخذه يعني، ما تزعلش مني، اصل دي يا اخويا فلوس ولايا. ها يا اختي، وعامله ايه دلوقتي؟ كله تمام، والشغل كمان زي الفل يا واد ياسين. وبرع عامل ايه؟ اهو قاعد يا اخويا اتحنجل لي يومين كده، بس انا ما اديتوش وش. قال ايه؟ فتح اجنس عربيات. مش ليكي حق تصديه كده برضه يا ورده. عاوزه في ايه يا سيد؟ خلاص مش محتاجاه يا اخويا. يا اختي ده انا سخنتهولي التسخينه على قرايبه اهو، تضربي لي بيه ضربه ولا اتنين. لعلمك بقى، لو عايز ارجعه اشاور له بس بصبع رجلي الصغير، هيجي مكفي على وشه. يا ورده. عارف يا سالم، انت الوحيد اللي لسه بتقول يا ورده. هم يا اخويا طول النهار عمالين يقولوا لي يا ريري يا ريري هانم. ليه يا بت؟ هو اسم ورده وحش؟ هو مين في الدنيا دي ما يحبش اسم ورده؟ القصد انا البنت سوزي وحشتني قوي. سوزي مين؟ سوزي الرقاصه يا اختي، مش فاكراها؟ اللي فتح العقاد لما عرف ان خدتها منه باعت بلطجيه عشان يضربوها. يخيبك يا واد يا سالم، انت لسه فاكرها؟ اعمل ايه يا اختي وانا ورايا في السجن ايه غير ان افتكر؟ خلاص هخلي الواد رغام يلف لك عليها ويجيبها لك لحد عندك. ربنا يخليك ليا يا اختي. الا صحيح يا اختي، في موضوع كده كنت عايز اتكلم معاكي فيه بس محرم. وانت من امتى بتتحرج مني يا واد يا سوم؟ يا ولد احنا دافنينه سوا. ماشي. وصل لي كلام كده يعني وانا في السجن. الواد مجدي يعني، بس انا واثق فيك وواثق في مجدي. انا عارفه قصدك يا سالم، بس لعلمك بقى من مصلحتي ومصلحتكم ان انا اتجوز مجدي. ان شاء الله حتى اتجوزه في السر،
انا بس مستنيه الوقت المناسب واتجوزه فورا. يا ولا خلاص مجدي ده بقى عامل زي الخاتم في صباعي. ما تخافش عليا، اختك قدها وقدوت. هلا، عندك اخبار؟ عندي يا باشا، المعلم برعي رجع من السفر. وطبعا ما عرفتش هو سافر فين، مش كده؟ الحقيقه يا باشا ما تاخذنيش، لا الحاجه دي الوحيده اللي انا ما عرفتهاش. ولا انت عايز تشتغل ولا مش عايز تشتغل؟ لو مش عايز تشتغل قول. باشا يا باشا معلش يا باشا، ما انا لازم اقول لك بقى الحقيقه يا باشا. انا لما مؤاخذه يعني جالي لقمه عيش حلوه كده في ليبيا، عاد عمل قلت اروح واجي استاذن حضرتك. لو عايز تغور غور مع الف سلامه، بس قبل ما تغور بقى حلو تقب وتغطس وتجيبلي مدهولي. انت فاهم؟ فاهم يا باشا. سوزي، ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ دي احلى مفاجاه يا اختي، هم اللي ما بيصدق نفسه. ربنا يخليك ليا يا اختي. ازيك يا سيدي؟ عامل ايه؟ معلش ما كنتش قادره اجيلك، ما كنتش عايزه اشوفك في الوضع ده، وانا كمان كنت تعبانه قوي. انا الحمد لله كويس. المهم انت عامله ايه؟ ما هي قدامك اهي زي القمر. واحلى من القمر كمان يا اختي. وحشاني وحشاني قوي يا بنت، والله العظيم ليل نهار بحلم بيكي. بجد يا سالم؟ طبعا يا حبيبتي، وهلاقي احلى منك يحلم بيها. بقول لك يا سوزي، اي حاجه تعوزيها تطلبيها من ورا ضغطي، ما تتكسفيش. سامعه؟ ها وانت دلوقتي رجعتي ترقصي تاني؟ ما خلاص بقى، ما بقتش قادره ارقص. الكلب الندل لما اخرج له بس. هو مين ده يا سالم؟ هو في غيره اختي، فتح العقاد. ما تخافش يا اخويا، انا هاخد لك قطارك. هو هيروح مني فين يعني؟ يا ريت يا اختي، يا ريت. ما تقلقش يا سالم، خلي بالك انت بس من نفسك، وانا هاجي لك في يوم ان شاء الله باذن الله. يا جايبه لك اخره فتحي، جايبه لك خبر ابنه. ايه حكايه جوزك يا حميده؟ من ساعه ما رجع من السفر لا فات عليا ولا قال لي عمل ايه في الشغل. اصله بيقول ان هو تعب كتير قوي يابا عقبال ما لقى البضاعه. هي كانت بضاعه ايه اللي سافر لها؟ هتكون ايه يابا يعني؟ عربيات، هو مش قال لك؟ يا ترى هو كان راح يجيبها من اني بلد؟ مش عارف. مش عارفه ده ايه يا حميده؟ معقوله برع يجي مسافر حته ما يقولكيش قبل منها هو مسافر فين؟ ده كلام؟ ان شاء الله تمتص في نظري يا مرات ابويا لو كان قال. يو تمتص في نظرك ليه يعني؟ علشان بيروح وبيجي؟ طب ما انا ابني كمان حس في الدنيا فتحي، بيروح وبيجي وبيجيب لنا كل اللي احنا عايزينه. انت اصغر يا بنت، هتبقي عبيطه زي اختك فاطمه. ما هي الاخرى ما كانتش تعرف جوزها الله يرحمه بيسافر فين ولا بيجي منين. ليه يابا؟ ما انا سالته قبل ما يسافر. يا ترى قال لك ايه؟ قال لي ان هو هيعدي على كذا بلد، هيلقط كده من كل بلد حاجه. لا ناصح، هيلقط. بالمناسبه بقى، مش هو كان ناوي يفتح محل؟ اه هو لقاه. ويا ترى قال لك لقاه فين ولا ما قالش؟ لا قال لي طبعا يابا، زي ما يقوليش، في المهندسين. في المهندسين؟ الله الله الله، ده ناوي يفتح على واسع قوي بقى. طبعا حقه، ما انا سمعت انه قبل ما يسافر حط باسمك خميره كبيره قوي في البنك. يابا ما هو بيقول ان هو معاه شريك. يا وقعه منيله، لا يكون الشريك اللي معاه ده البت المزغوده اللي اسمها ورده. اصل انا سمعت يا حاج انها ايه معاها تعكيمه جامده قوي اليومين دول. ده انا كنت المره دي جبت كرش. عن اذنك يابا احسن اتاخرت، اقعدوا بالعافيه. سلميلي على عيالك. حاضر يابا من عناي. لو النبي يا مرات ابويا ما تتعبي نفس. لا ما يصحش يا حبيبتي، انيسي وشرفت. بيت علي يا حميده. حاضر يا مرات ابويا. وما تزعليش روحك يا حبيبتي. بالسلامه. ايه يا ست بهيجه، ايه قولك في الكلام اللي قالته حميده؟ انت عايز يا حاج الفكر اللي جه في دماغي واللي انا جسيته من كلامها؟ الظاهر كده والله اعلم ان الواد برعي ده ناوي يشتغل في الصنف على تقيل، بس ايه؟ على المستغطي. الله 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 الله، اهو صح التستيفه دي، اهو انت دلوقتي تعجبيني. جرى ايه يا ابراهيم؟ ما انا طول عمري يا اخويا بعجبك، وتقول لي يا بهيجه انا بتعجبني دماغك. من ساعه الواد برعي ده ما خرج من السجن
جه وقعد معايا وانا حسيت بنيته، بيتهالوا انه ممكن ياكل بعقلي حلاوه، لكن ابدا. انا فاهم كل الحكايه لان انا فاهم برعي ده كويس قوي، ده انا مربيه، وعلى راي المثل من ربى غير من خلف. يعني على كده يا حاج برعي ناوي يفتح المحل بتاع الاوتومبيلات؟ تمام، على الاقل عشان ما يطلعش كذاب قدامي، وفي نفس الوقت يستخدمه ستاره للتجاره اللي هو ناوي يشتغل فيها. فهمت يا بهجة؟ فهمتك يا حاج، بس هو حر، اللي بيشيل قربة مخرومة بتخر على دماغه. بالحق يا حاج، انا هقوم اطل على الواد ابراهيم لحسن الواد ده طالع زي ابوه بيزيح الغطا وهو نايم. بالاذن. ابراهيم ايه زي ابوه ايه؟ انت هتفضلي تدلعي الواد ده لامتى؟ انا مش فاهم. أشوفك عريس ويديني العمر يا رب. يا حاجة يا حاجة الحقيني، بس إبراهيم كل ما صحي أقول له قوم روح المدرسة أقول له تعبان، يا ابني قومي يقول لي مش قادر تعبان عيان. إيه تعبان؟ تعالي ورايا يا بنت. حاضر. بسم الله عليك يا ضنا حبيبي. مالك يا حبيبي ابراهيم؟ مالك يا واد؟ حاسس بايه؟ تعبان قوي يا ستو، وعندي صداع وحاسس ان انا بردان قوي. بس انت مش سخن يا واد. بقول لك تعبان يا ستو. طيب انا هروح اكلم ابوك في التليفون يجيب لك دكتور. ايه يا بنت؟ سلامتك يا ضنا. يا حاج يا حاج ابراهيم تعالى. ايه في ايه؟ الواد ابراهيم الصغير تعبان. خش. تعبان ايه؟ سخن ومفرفر وبيقول مش قادر ياخد نفسه. يا انت ساعة قوي. ايه انت هتستعبط؟ انت تعبان فعلا ولا بتستعبط عشان ما تروحش المدرسه؟ بقول لكم تعبان. انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ ده بيكح قوي. انا بقى مش هجيب لك دكتور واحد، هجيب لك قرطه حكمه. ثانيه واحده بسرعه يا حاج، يكفيك شر المرض. بسرعه كلم ابوه، هات الدكاتره ولا اللي اسمهم ايه دول. تعال يا ضنايا تعال يا واد، ما انت على طول بتبل شعرك وتحط عليه البتاع المنيل اللي بيترعش ده اسمه ايه؟ والله يا عم الصداع مش سايبني من امبارح. فتحي؟ لا نايم. حاضر هصحيه. هو احنا هنا عندنا عزم من ابراهيم؟ لحظه واحده. معلش تعبناك. شكرا يا دكتور. شكرا. شكرا يا دكتور. شرفت شرفت. معلش تعبناك معانا. شكرا. اقعدوا انتوا كده دلعوا فيه لغايه ما تبوظوه. يعني ايه يعني؟ يعني ايه يا حاج؟ يعني ايه الواد يعطس عطسه ولا يحس بصداع تروح تجيبوا له ثلاث دكاتره؟ جرى ايه يا فتحي؟ الواد حبه عيني تعبان. يو لا لا مش تعبان يا اما، مش تعبان. ده بيعمل الحبتين دول بس عشان ما يروحش المدرسه. تقوموا انتوا مصحيني من النوم عشان اقعد اتحايل على كل الدكاتره عشان تيجي تكشف عليه. على فكره يا جدو، بابا ده ما بيحبنيش. على فكرة هلا انت حمار، ما بيحبكش. اهو ده قام من عز النوم عشان يروح يجيب لك ثلاث دكاترة يا ابن عجل. يا واد يا ابراهيم، ابوك ما جابش كل ده من بره يا واد. الله، جدك كان بيعمل اكتر من كده كمان، ما كانش بيستحمل على حد فيهم بس يقول اي.
انا هقوم بقى احضر فطار كده عشان نقعد نتلم كلنا مع بعض وناكل لقمات ايدك يا واد يا فتحي. لا يا ست، انا انا افطر هنا، انا بجد مش قادر اقوم افطر بره. ايوه ايوه يا اخويا، مثل مثل على الحج والحجه، مثل بس الكلام ده ما ياكلش معايا، سبقتك فيه زمان يا خفيف. بقول لك يا ولد، هو مفطر معانا وبعدين ابوك هيوصلك بنفسه لحد المدرسه. ايه يا حاج الكلام ده؟ عايز ناخد شحط زي ده اروح اوديه المدرسه؟ لا ما تقلقيش يا حبيبتي، بعتلك الطقم ومعاه كل لوازمه. مش عايز اقولك بقى لوازمه ايه، حاجه جديده نوبي. السعر انت برضو مصممه؟ طب يا ستي الطقم ولوازمه 10,000 جنيه، ولو عايز تدفعي بالدولار ما عنديش اي مانع. انت تأموريني. مع الف سلامه. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه يا زيزي. مساء الخير. ازيك يا ريري؟ ازيك يا ميسي؟ عامله ايه؟ وحشين؟ انت كمان يا حبيبتي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ازيك ده انت بالقمر. قولي لي عندك حاجات حلوه؟ ده انت بنت حلال. انا لسه جاي لي كتالوج من بره بتاع شانيل. خدي فرجي يا حبيبتي. الكوليكشن السنه دي احسن من الكوليكشن بتاع السنه اللي فاتت. في كمان كتالوج تاني انا هبعت اجيبه لك حالا. ده شكله عنده حاجات حلوه. يا خساره، الكتالوج التاني كان عندي زبونه خرجت وخدته معاها. خساره. طب خلاص خليني ابقى ارجع لك مره ثانيه لما يكبر. لا مره ثانيه فين؟ احنا هنقعد مع بعض بقى نشرب فنجان قهوه على ما بعد زيزي تجيبه من هنا. اهو هو جنبينا. ايه اللي قولي لي فعلا ان فتحي جوزك هيفتح مصنع بتاع ثلاجات؟ اخد شركه الماني توكيل، يعني ثلاجات وبوتاجازات هيصنعهم هنا. يا حبيبي ده ناوي بقى يوسع الحكايه ويشتغل على كبير. يا رب. طبعا يا رب، ربنا يزيد ويبارك يا حبيبتي. اما انا بقى هعمل لك حته فنجان قهوه بس هيكيفك بصحيح. مالك يا علاء؟ سرحان في ايه؟ بقول لك يا حبيبي، انت مش ملاحظه حاجه غريبه؟ حاجه ايه يا حبيبي؟ يعني موقف والدك مننا وخصوصا منا انا. ليه؟ هو عمل لك حاجه؟ من ساعه ما اتجوزنا عمره ما فكر ان يجي يزورنا ولا حتى طلب مني ان اروح ازوره. يمكن ما جاتش مناسبه. مناسبه؟ بعد كل سنين الجواز دي هو مش متعود بيعزم العيله كل جمعه عنده في البيت. فكر مرة يقول لك هاتي جوزك وتعالي. في دي معاك حق، بس أرجع وأقول يمكن لسه زعلان عشان الطريقة اللي اتجوزنا بيها. زعلان بعد كل السنين دي؟ وبعدين أنا حاولت أتراجع بس أنت بقى اللي أصريتي. الله، يعني أنا كده رميت نفسي عليك وأنت اتجوزتني غصب عنك. لا يا حبيبتي مش قصدي طبعا، بس ما كنتش عايزة أبقى أعمل لك مشكلة بينك وبين والدك، خصوصا إن أنا بحبك. يعني مش ندمان؟ سيادتك بقى شايفة إيه؟ شايفة إنك زعلان. حبيبتي والله أنا مش زعلان موقف والدك، أنا زعلان عشان مش عايز أهلك يقول إنك متجوزة واحد والدك رفضه، مع إني حاسس إني بقيت واحد من العيلة. طب تحب أكلم بابا وأسأله ليه هو واخد الموقف ده؟ لا طبعًا أوعي، أنت عايزاهم يقولوا إن أنا بستجدى رضا والدك عشان يرضى عليا؟ بس مش عارف ليه حاسس إن جوازنا مش هو السبب. أمال يعني تفتكر إيه؟ مش عارف، حاسس كده إن في حاجة هو مش عايزني أعرفها. حاجة؟ حاجة إيه اللي مش عايزك تعرفها عنه؟ الله أعلم، بس أنا حاسس إن في حاجة تانية. ادي يا ابني الناس دي غلابة. حاضر يا جدي. اتفضل يا عجل. اتفضل. يلا اقبض يا ابني. اتفضل. اتفضل يا معلم. يلا ايه ده يا معلم؟ مين الواد اللي حاطه في الفلوس؟ ابن الابلسه ده. وعرفتي يا حاج مين الواد اللي سرق الفلوس ده؟ هم بيقولوا انه جدع ضرباه البودره وانه بيدور على اي فلوس يهبشها ويجري. ده حتى انا سمعت انه من يومين
هجم على المحل بتاع شيحة البقال ده، كان عايز يسرق الفلوس اللي في الدرج بتاع الخزنة. لولا العمال بتاع المحل اتلموا عليه طفحوه الكوتة. يا ساتر يا رب، ده ايه البلاوي اللي بتتحدف على الناس دي؟ بلاوي ايه؟ ده انا كمان سمعت ان الواد ده من عيلة كبيرة قوي، وانه كان تلميذ في الجامعة، بس هي البودرة ضربته خليته ماشي بيهبش في الناس. الله اكبر، يا رب تكفينا شر المستخبي يا رب. عرفتي بقى ان انا كان عندي حق لما مرضتش اتاجر في النيلة البودرة دي. دي مصيبة سودة تخرب اي بيت تدخله. انا مش قادرة افهم ليه الحكومة ساكتة على الناس دي، ما بتقبضش عليها ليه؟ الحكومة هتقبض على مين ولا مين بس؟ على اللي بيبيعوا ولا على اللي بيشتروا؟ اللي بيشتروها دول ضحايا يا حاج. طب ده انا بلغني ان عندنا في البطلية مش اقل من 4-5 عيال من المدمنين دول، عيال والعياذ بالله، لدرجة ان الواحد مننا بيبقى قاعد في مكتبه خايف عيل من دول ينط على المكتب يغزه علشان يقلب تمن الشمة اللي بيشمها. على العموم يا حاج، انت ما تقدرش تتصور انا قد ايه سعيد بموقفك ده من المخدرات. يا سعادة البيه، ما تنساش ان انا اب وبيصعب علي اولاد الناس اللي بيروحوا في الاونطه كده. مش هوصيك تاني يا حاج، لو عرفت ان في اي حد عندكم في البطنيه بيتاجر في الزفت الهيروين ده او في اي ممنوعات تانية تيجي تبلغنا على طول. اطمن يا سعادة الباشا، الناس كلها في البطليه عارفاني، عارفة ان انا موتي وسم المخدرات والحاجات دي، ولو سمعت عن واحد نفر واحد بس ببلغ عنه على طول. انا كمان بقول هي بنتك مرات علاء طلعة جامدة قوي كده، لمين اتريها طلعة لك يا حاج؟ ربنا يكون في العون يا سعادة الباشا، والله البلد كلها عارفة ان لولا رجالة من امثال سعادتك ما كانتش عاشت في الامان والضمان اللي هي فيه ده. لا بس كنت هايل يا حاج، ولا زكي رستم. زكي رستم يعني؟ انت فاهم ان انا بمثل؟ انا فعلا طول عمري سبحان الله لا طيق الهيروين ولا الكوكايين ولا اللي بيشموهم. انت عارف انا نفسي في ايه يا حاج؟ نفسي تعمل جمعيه ضد المخدرات. شويه وقت لهبل، جمعيه ايه؟ محتاج انا هعمل جمعيه اقبض الاول؟ يا ولا بالعكس، انا مستعد ادفع اي مبلغ بس يخلصونا من الهيروين والكوكايين دول. لا يا حاج، لا يا حاج، انا مش قصدي كده، انا مش قصدي جمعيه تاخد منها فلوس، انا قصدي تاسس جمعيه ضد المخدرات عموما، تسميها لا للهيروين لا للكوكايين. ايوه حلوه الفكره الاخرانيه دي، لا للهيروين ولا للكوكايين، بس اوعى حد يجيب سيره الحشيش ابدا. ها يا مجد، هتيجي على الغدا ولا هتتاخر؟ يلا ماشي مستنياك. هادي رغام، ايه الاخبار؟ كله تمام يا ست الستات. بقولك ايه يا ولا؟ طمنيني يا ست الكل. انا عايزاك كده في مهمه. عناية. عايزاك تروح البطنيه تعرف لي الواد ابراهيم ابن فتحي عايش مع ابوه ولا عايش مع جده، وتصورهولي وتجيب لي كل كبيره وصغيره عنه. هتعرف تعمل ده ولا لا؟ اعتبري كل حاجة وصلتك يا ست الستات. ايه مسك؟ أموريني. بس بقولك ايه؟ اوعى حد فيهم يشوفك، احسن بعدين يا ولا يشرحوك. انت عارف ان دول ولاد كلب، مفيش في قلبهم الرحمة. مش علينا يا ست الستات، وبقولك اعتبري كل حاجة وصلتك. طب يا اخويا لما نشوف شطارتك. لا ايه يا ست الكل؟ هو انا من امتى كنت قصرت معاكي في شيء؟ بأمانة لحد دلوقتي ماشي زي الفل يا ولا. امال ايه يا ست الستات؟ ها؟ من غير مؤاخذه بقى، ايه اللي يخصك في موضوع زي ده؟ وانت من امتى بتسال يا درغام؟ انت تنفذ وبس. اسكتي يا نازك يا اختي، اخر مره كنت عندهم لقيتك يا اختي الوليه عامله في نفسها عمايل، اشي احمر وشي اخضر وشي ابيض، تقوليش عروسه مولد، وعماله يا اختي بقى تتقصع وتترقص قدام الحد. الوليه فاكره نفسها نغنوغه. يا سلام يا سلام، يو كانت هنيله على ايه؟ هو الحاج لسه في نفس يا لوزه؟ لا بقول لك ايه يا نازك، ما تقوليليش يا لوزه، الكلمه دي ما اقولهاليش غير الحاج بس يا حبيبتي، لما يبقى مزاجه كده رايق لي
وينغشني وهو لسه في كده. في كده ما خلاص يا حبيبتي، راحت عليه وعلينا. راحت عليك انت يا حبيبتي. ده انت ما شفتيش الحاج لما بيجيني بقى ولبسته القمصان كده الشفتش الجميله، على اللي بيجراله على اللي بيجراله يا نازك، بيرجع شاب عنده ولا 30 سنه. خص عليك يا حاج ابراهيم، اشمعنى يا اخويا بتيجي لغايه عندي وتجيب ورا؟ ها تجيب ورا، حرام عليك. يوكاتيك يا نازك ضحكتيني، حلوه قوي تجيب ورا دي. اعمل ايه يا اختي يا حبيبتي؟ ما انا يا اختي بختي منيل. اه والله منيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. ايه ده ايه ده؟ مش دي بطه بنتك؟ يا اختي اسم الله امرايا، وشها منور يا اختي. الله اكبر الله اكبر. مالها يا اختي مميله بختها كده ليه؟ وبترفض كل العرسان اللي بتجيلها. اسكتي يا ناسك اسكتي يا اختي، ما تحصرنيش اكتر ما انا حصرانه. قال الناس خيبتها السبت والحد، وانا خيبتي ما وردت على حد. يا اختي بعد الشر عليكي من الخيبه. انما هي خارجه رايحه فين كده؟ ها فين كده يا اختي؟ بقت متعوده تصلي الفرض بفرضه في السيده نفيسه. شلها يا ست، ربنا يكرمها ويكرمنا معاها. أو الله اكرمنا معاها. هي ما كان نفسي تتجوز جوازه كويسه ونخلف لها كده حته عيل يملى علينا البيت بدل ما نبوزي في بوزها. دي البنت بنت بهيجة اللي بيقولوا عليها دكتورة بقى عندها عيلين. أنا سمعت خير اللهم اجعله خير يا فوزية إن جوزها ترقى وبقى دلوقتي على كتفه نسر ودبورة. ولا الواد، الواد ابن فتحي اللي جده ما هوش عارف يجيب له إيه ولا إيه. يا أختي الواد ده غلبان، أمه ما ربيتوش يا حرام، اللي مربيينه جده وسته. أه والله جده وسته. ما هم ولاد بهيجة كده دايما محظوظين. ولاد بهيجة بس. تعالي شوفي دلوقتي الست حميدة عاملة ايه، شوفي الأمل اللي بقت فيها. ولا يا اختي الواد ابنها ابراهيم بيقول بقى دكتور، والواد التاني معرفش يا اختي خد شهادة بصر ايه كده. انا بكلمك على بورعي، بورعي جوزها بقى عنده أجنس عربيات بيجي كم مليون كده. حموت يا نازك واعرف الفلوس دي كلها جابها منين. يعني البنت اشتكت لك ولا ايه؟ ايوه يا حاج البت اشتكت لي، وبصراحه بقى البت فاض بيها خلاص. بيني وما بينك معاها حق. ما حق ده، انا طلعت بقى راجل وحش وظالم يعني. لا يا اخويا بعد الشر انا ما اقدرش اقول كده، بس اهو برضو جوزها وابو عيالها، والبت بتقول لي ياما انا بقى شكلي عره خالص قدام العيله. ولا انا ما بخلصش من لسان فوزيه كل شويه تكلمني، هو جوز بنتك ما بيجيش عندكم ليه؟ جوز بنتك ما بيجيش عندكم ليه؟ يا دي النيله على فوزيه وسنين فوزيه. هي الولاده دي قاعده للسقطه واللقطه، ما وراهاش غير وجع القلب. ما كفايه عليها النصيبه بتاع بنتها. طب عشان خاطر يا حاج ابقى اطلب البت بنتك وراضيها بكلمتين. كلمتين اقولها ايه يعني؟ أو لا حقيقة أنا قافش من جوزها ليه؟ يا حاجة أنا ما قلتش كده. الله، أنا بقول يعني توارب الباب حبتين. أوارب الباب إزاي بقى؟ أروح أقعد معها القهوة؟ ألعبه طاولة أشرب شيشة؟ يا حاج، يا حاج إبراهيم دي مروة حبيبة القلب، وبيني وما بينك يا أخويا البت مقهورة بسبب الموضوع ده. يوه يا رهيبة، أنتِ هتجننيني، ما أنتِ عارفة البير وخطاه. الله، وبعدين دلوقتي مش الواد فتحي بيروح يزورهم وهم بيزوروه خلاص. يا حاج يا حاج البت كل اللي يهمها ان جوزها هيجي هنا في البيت الكبير، بيت العيله. بيت العيله وبيت الخيبه، هو اكيد الواد جوزها اللي بيحرب ورا الموضوع ده، ما انت عارفاه. وافرض يعني يا حاج بهيجة فهميني، جوزها ده ضابط بوليس وبيشتغل في مكتب المكافحه، يعني راجل شكاك بطبيعته. يوه يا حاج. الله يا حاج ابراهيم يا اخويا ما تبقاش موسوس بالشكل ده. بس بقى بلا موسوس ولا نيله، سك على الموضوع ده. يعني ايه سك على الموضوع ده؟ يعني مش عايز كلام فيه نهائي. طب قول لي بقى ارد على بنتك اقول لها ايه؟ قولي لها انت ليه وخلصيني. يوه، هو ليه يقول لك الحق تب في وشه بالشكل ده؟ جراولي انت غيرت لونك معايا كده ليه؟ احلف يمين طلاق ثلاثه ما احط لساني على لسانك تاني كده برضو. دي اخرتها يا حاج. بلا اخرتها بلا اولتها، غوري روحي هاتي القهوه بلاش عرف.
يلا حميد، عايز اكل لهم هقوم كده واريح ساعه وانزل الشغل. شو مستعجل كده ليه؟ ما تاكل براحتك وتنام براحتك. واسيب الابيانس لمين؟ لشويه عيال؟ ده شغل بملايين يا حميده. هو انت حد بقى بيشوفك يا اما عشان تاكل يا اما عشان تنام زي القتيل؟ بطلي بقى هالفاطه بقى وخليها في شغلنا. يا راجل، ده انا الحمام المحشي بقت بحطه على السفره بقى بيتشال زي ما هو. شوف الوليه بتتكلم في... انا بتكلم في ملايين وانت بتتكلم في حمام محشي؟ اصحى يا حميده لنفسك، احنا في زمن اللي يلعس فيه يروح في رجلين. وبعدين بالمناسبه بقى انا بدور على سكن تاني. واحنا هنلاقي سكن في البطليه كلها احسن من اللي احنا فيه. ايوه هنلاقي. انا دلوقتي بقيت حاجه تانيه، احنا هنسكن في احسن حته في مصر. يعني ايه؟ عايزنا نعزل ونسيب البطليه كلها؟ ايوه نعزل من البطليه كلها. دي ناس انا ايه دلوقتي؟ الناس بره حميده بيقولوا لي يا برع بيه. وبعدين ولادنا خلاص الحمد لله، واد دكتور واد في اخر كليه تجاره. ايوه بس كده ابويا هيزعل مننا. اللي يزعل يشرب من البحر يا حميده. بعدين انت ناس اخوكي فتحي هو اللي زقني الزقه دي في السجن وعطلني المده دي كلها. احنا الحمد لله بنت الناس، احنا دلوقتي بقينا مش عايزين حاجه من حد. وبالمناسبه اذا ابوكي سالك قولي له الاولاد هم اللي عايزين يتنقلوا، ابن ابراهيم عاوز يفتح عياده في نص البلد ويابا لازم اكون جنبه. بالمناسبه يا برعي، هو انت مش ناوي تفتح عياده للواد؟ هفتح عياده للواد. انا رقبت لاولادي، لما نشوف بقى ابن سبع البرومبا فتحي ابنه هيطلع ايه، تاجر مخدرات زيه وزي جده ولا دكتور في البودره؟ عربيه ماجد دي اي كلام، انا جدي اشترى لي حته عربيه جديده تحفه، انا اللي رحت واخترتها. كان نفسي يا حبيبتي تكوني اول واحده تركبي معايا العربيه. لا 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 بنات ايه، مفيش ولا بنت تركب العربيه، هما اتنين بس اللي بيركبوا العربيه، صحابي والحارس بتاعي. الحارس التاني لسه موجود بيركب العربيه القديمه ويمشي ورايا. ما قلتليش بقى يا حبيبتي هتركبي معايا العربيه امتى؟ يا ماجد. ايه يا حبيبي؟ مستنيك عشان نقعد نذاكر مع بعض. ماشي يا حبيبي، يلا سلامة مجهود. سلام. يا ابن العبيطة يا ماجد يا حبيبي، قال يعني جده خشني جاتك نيلة؟ هو أنا هاكل من الكلام ده بذمتك؟ هو ماجد ولا ماجدة؟ ما أنا ياما اتهريت زمان من أبوك في الحكاية دي. هو بابا يا جده كان مجتهد زيي قوي كده؟ صلاة النبي، مجتهد هو كده؟ أنت مجتهد يعني؟ جاتك خيبة. هو انت فالح غير في الجري ورا البنات؟ انا جيت اجري ورا البنات؟ دول هم اللي بيجري ورايا. يا زيدي يالا يا ابن فتحي، ركز بقى، خلص علام علشان تقدر تقف تشتغل مع ابوك. يعني انا جده مش عايز اخد الشهاده؟ مش هم هم اللي مش عايزين يدوهاني؟ مش هم هم اللي عايزين يدوهاني؟ مش هم هم ازاي بس؟ هم يتمنوا يخلصوا منك هم كمان. انت بس ركز يالا، خلص الثانوي وخش الجامعه واخلص عشان تقف مع ابوك. ما انا يا جدو في الاجازه بنزل اشتغل معاه في المعرض. معرض ايه كده خيبه وانت مش فاهم حاجه؟ انا عايزك يا هلا تشتغل مع ابوك في كله، في كل حاجه. بس انا يا جدو في حاجه نفسي افهمها. قال يعني هو فاهم الباقي؟ طب حاجه ايه اللي عايز تفهمها؟ ازاي بابا كان بتاع بنات وما كانش بيذاكر ورجل اعمال ناجح كده؟ ما هي دي اراده ربنا بقى، كانه سمع كلامي وخد باله من نفسه فربنا كرمه بقى كويس. طب ممكن يا جدو تقول لي الكلام اللي يخليني كويس؟ تسمع الكلام، تسمع اللي بقوله وتمشي مظبوط، وانت ان شاء الله هتبقى كويس قوي. حاضر يا جدو. بالمناسبه بقى، العربيه بتاعتك دي مش هتخرج بيها لوحدك تاني ابدا. ليه يا جدو؟ ده انا كده اصحابي هيتريقوا عليا. ما تسيبهم يتريقوا، ما هو ده من غزهم ومن غيرتهم منك. بس يا جدو اسمع الكلام، مفيش بس، والا هحرمك منها نهائي. اتاكدت ان الواد ابراهيم ده عايش مع جده؟ الا اتاكدت. طبعا اتاكدت يا ست الكل، وفضلت مراقبه اكتر من اسبوع في دخوله وخروجه لحد ما اطمنت ان هو كل ليله بيبات في بيت الحاج ابراهيم العقاد. فين صور الواد؟ اتفضلي يا ست الكل، احنا لقناهم له بالعافيه. بس انا خدتهم في الاستوديو وخليت الواد ظبطهم على الاخر. هيكون حد شافك. عيب يا ست الكل، احنا شغلنا كله في السليم وما نحبش نسيب اثر. اموريني. الله الله الله، ده الواد كبر وهو بقى عريس. ايه
وادي درغام. أموري. أنا هقول لك تعمل إيه. Yeah.